السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتنا العزيزات، طالبات الصف الأول، في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الممتعة والمفيدة بعنوان عائلة الحقائق الجزء الثاني. سوف نستكمل في هذا الدرس الجزء الثاني من درسنا لعائلة الحقائق. هيا لنبدأ الدرس سويا. والآن لنستذكر مع رؤية المدرسة. رؤية مدرسة المجتمع هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظاً على أخلاقه وقيمه ومستخدماً للتكنولوجيا الحديثة. تذكير بالإجراءات الاحترازية: أحافظ على وجود مسافة كافية بيني وبين أصدقائي، أحرص على تعقيم ونظافة يدي، أبعد يدي عن وجهي، لا أشارك كمامتي مع أصدقائي، أحرص على عدم مشاركة طعامي مع أصدقائي، أحرص على عدم مشاركة أدواتي مع أصدقائي. هدفنا لهذا اليوم أن تتمكني عزيزتي الطالبة من كتابة حقائق جمع وطرح مترابطة باستعمال الأعداد الثلاثة نفسها. قيمتنا لهذا الأسبوع أهمية العلم، حيث قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. تتمثل بهذه الآية الكريمة أهمية العلم، فاحرصي عزيزتي على العلم والارتقاء به. لنستذكر معا سؤالنا الأساسي لهذه الوحدة: ما هي الطرائق التي يمكننا استعمالها أثناء الطرح؟ لقد أخذنا في هذه الوحدة مجموعة من الطرائق ساعدتني في حل جمل الطرح، منها الطرح باستعمال خط الأعداد والطرح بتكوين عشرة. وسوف نتحدث عن استعمال العلاقة العكسية بين الجمع والطرح. ومصطلحاتنا لهذا اليوم: الحقائق المترابطة مثل الجملتين التي لدي، جملة الجمع وجملة الطرح، تتكون من نفس الأعداد الثلاثة. قمت باستعمال حقيقة جمع لأكون حقيقة طرح، فهي مترابطة. والمصطلح الثاني عائلة الحقائق، أي أنها تتكون أيضا من نفس الأعداد الثلاثة، لها نفس الأجزاء ونفس العدد الكلي. أي إذا كنت أعرف واحدة من الحقائق في هذه العائلة، فعندها يمكنني أن أعرف الحقائق الأخرى. لننظر معاً إلى هذه العائلة. يرتدي الأب زياً جديد وعليه العدد 15، وترتدي الأم أيضاً زياً أنيق وعليه العدد 9. يرتدي الابن أيضاً زياً متميزاً وعليه العدد 6. برأيك عزيزتي الطالبة، هل الأم والابن والأب يعتبر من الكائنات الحية أم غير الحية؟ نعم، أحسنتي، من الكائنات الحية. هل تذكرين ما هي خصائص الكائنات الحية؟ نعم، لا تتنفس، تتغذى وتتحرك، وأيضا تتكاثر. هل تذكرين الأرقام الثلاث على ملابس العائلة؟ والآن قومي عزيزتي الطالبة باستعمال الأرقام الثلاثة نفسها في تكوين أربع جمل عددية، جملتان جمع وجملتان طرح. وسؤالنا هو: كيف يمكن لعائلات الحقائق أن تساعدك على حل مسائل الجمع والطرح؟
أنا أعلم أن الحقائق في نفس العائلة لها نفس الأجزاء ونفس الكل، لذا إذا كنت أعرف واحدة من الحقائق في العائلة، عندها يمكنني معرفة الحقائق الأخرى. لننتقل الآن إلى سؤال 4 صفحة 19. اكتب عائلة الحقائق لكل نموذج. لدينا لوحة الأجزاء التالية بها العدد الكلي 13 والأجزاء 7 و 6. أريد أن أكون حقائق جمع وحقائق طرح، تكوين جملتي جمع وجملتي طرح. الآن عزيزتي الطالبة، قومي بتكوين جملتي جمع باستعمال الأعداد الثلاثة نفسها، ومن ثم قومي بتكوين جملتي طرح أيضا باستعمال الأعداد الثلاثة نفسها. لننظر الآن، سوف نكون الآن جملتي جمع. أنا متأكدة أنك حصلت على هذه النتيجة. نبدأ بالأجزاء، 7 زائد 6 يساوي 13. وجملة الجمع الثانية، نعم نقوم فقط بتغيير أماكن الأعداد المضافة فتصبح 6 زائد 7 يساوي 13. الآن أريد أن أكون جملتي طرح. بماذا أبدأ؟ بأي عدد؟ نعم بالعدد الكلي 13. 13 ناقص 7 كم يتبقى لدي؟ أحسنتي، 6. وجملة الطرح الثانية، بماذا أبدأ؟ 13، نعم العدد الكلي ناقص 6 كم يتبقى لدي؟ أحسنتي، 7. ما رأيك الآن عزيزتي الطالبة أن تتأكدي من معي من مدى فهمك؟ قومي بفتح كتاب الرياضيات لنحل مع تدريب 1 صفحة 21 ثم تدريب 2، وبعد ذلك قومي بحل ورقة عمل سوف أقوم بتحميلها على الموقع. تدريب 1، لدينا لوحة الأجزاء التالية فيها العدد الكلي كم؟ نعم 18، والأجزاء 10 و8. أريد أن أكتب عائلة الحقائق، أريد أن أكون جملتي جمع وأيضا أن أكون جملتي طرح من نفس الأعداد الثلاثة الموجودة على لوحة الأجزاء. قم الآن بحل هذا التمرين. إذن لنبدأ معا. أريد أن أكون جملتي جمع، أبدأ بجمع الأجزاء 18 زائد 8 يساوي العدد الكلي 18. أريد أن أكون جملة الجمع الثانية، ماذا أقوم هنا؟ ماذا علي أن أفعل؟ نعم فقط أقوم بتغيير أماكن الأعداد المضافة فتصبح 8، غيرت موقع الثمانية، زائد 10، هل يختلف الناتج؟ أحسنتي، لا يختلف، 18. والآن أريد أن أكون جملتي طرح، أبدأ دائما بجمل بالعدد الكلي، 18 ناقص 10 كم يتبقى لدي؟ 8. وجملة الطرح الثانية، أبدأ أيضا بالعدد الكلي، 18 ناقص 8 كم يتبقى لدي؟ أحسنتي، 10. قومي عزيزتي الطالبة بحل ورقة العمل وأرسلي إجاباتها لي. الآن عزيزتي الطالبة، لدي مجموعة من الأسماك، وكل سمكة عليها إما جملة جمع أو جملة طرح. والآن أريد منك أن تقومي باختيار أو بصيد الأسماك التي تمثل عائلة الحقائق للأعداد المعروضة أمامك. تذكري أن عائلة الحقائق تتكون من جملتي جمع وجملتي طرح.
وأنها مترابطة. إذن بالبداية اقرأ جميع الجمل التي لديك بتمعن. ثم أقوم بالبحث عن الجمل التي تكررت بها نفس الأعداد الثلاثة. انظري معي هنا، لدي هنا العدد 8 زائد 3 يساوي 11 الناتج الكلي، وفي السمكة الخضراء الثانية تم تغيير أماكن الأعداد المضافة ونفس الثلاثة أعداد. ثم هنا أيضا نفس الأعداد الثلاثة وبدأت بالعدد 11 ناقص 8، وأيضا هنا نفس الأعداد الثلاثة. إذن سوف نقوم باختيار الأسماك. نقوم باختيار هذه السمكة جملة الجمع الأولى، وهذه السمكة جملة الجمع الثانية، أيضا السمكة الثالثة التي تمثل جملة الطرح، وجملة الطرح الرابعة هذه. إذن قمنا الآن باختيار أو بتحديد جميع الأسماك التي تحتوي على عائلة الحقائق. والآن عزيزتي الطالبة، حاولي التمرن أكثر، قومي بإحضار سبورتك البيضاء وأكملي منزل الحقائق التالية. لدينا الأعداد الثلاثة، 13، 7، 6. أريد أن أكون جملتي جمع وجملتي طرح باستخدام الأعداد الثلاثة نفسها. قومي الآن بالتمرن على درسنا لهذا اليوم بتكوين عائلة الحقائق من نفس الأعداد الثلاثة. وفي نهاية درسنا تمكننا من أن نحقق هدفنا أن تكتبي حقائق جمع وحقائق طرح مترابطة باستعمال الأعداد الثلاثة نفسها. استمتعتم بحصة اليوم؟ مع السلامة. واجبنا لهذا اليوم، عليك عزيزتي الطالبة بفتح كتابك وحل تدريب رقم 3 و4 صفحة 22.